مرحبا نهاركم فل نس كلها، اهلا وسهلا بكم في رونديفو جديد في نهار جديد. هذه بتوقيت غرينيتش من توا حتى للسبعة متاع الصباح نحكيو على الأخبار العالمية كي العادة. توا الستة وسبعة دقائق اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022. اليوم باش نبداو أحديثنا كي العادة بالأخبار اللي دارت على مواقع التواصل الاجتماعي. فرح باش تحكينا شوية آخر على راجل في الأردن عمل ببليسيتي القهوة يلقى روحه في الحبس، علاش تو تجاوبنا. هي كيني ويست على خطى إيلون ماسك، كيني ويست يدخل عالم البزنس في الريزو سوسيو، التفاصيل بعد شوية. شركة توصيل متاع ماكلة تقدم خدمة فريدة من نوعها، خدمة سبيسيال ياسر. فما مش الخدمة وفيت هي سبيسيال، الحاجة اللي يوصلوا فيها ويجيبوا هي السبيسيال. شكون اللي قال أوروبا حديقة وباقي العالم أدغال؟ ديكلاراسيون عملت بوليميك كبيرة البارح على مواقع التواصل الاجتماعي. في أخبارنا اليوم صفحة كبيرة على المستجدات في روسيا، لأنه فما الجديد بخلاف القصف المتواصل على محطات الطاقة. البارح بوتين يعلن حالة حرب، البارح في خطاب موجه للعالم الكل مش كان الشعب الروسي، بوتين يعلن عن حالة حرب. يا أخي احنا اللي نعيشوا فيه من فيفري شنو ملا مقارنة باش نعملوها اليوم بالأرقام. حاولنا نعملوا وين روشيرش باش نجيبوا لكم بالأرقام، لأنه سؤالي تترح لا قدر الله واللطف إن شاء الله ما نعيشوهاش الحكاية. كان تدخل روسيا في حرب ضد قوات الناتو، شكون عنده أكثر جنود؟ شكون عنده أكثر دبابات؟ شكون عنده أكثر طيارات؟ شكون عنده أكثر غواصات؟ باش نعملوا مقارنة لوجستية بالأرقام في بتوقيت غرينيتش. في أخبارنا الأخرى فضيحة لشركة فرنسوية متاع اسمنت ثبوتة، تورطها في تمويل داعش وجبهة النصرة في سوريا وقت الحرب. صفعة دبلوماسية جديدة لإسرائيل، أستراليا تقول لن ولا معادش باش نعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل. علاش عملت أستراليا هكا؟ تو نجاوبوكم في آخر البرنامج. وكيما البارح حكينا على الأمل، حكينا على اللقاح ضد السرطان عافانا وعافيكم الله اللي باش يطلع في 2030. اليوم نحكيو على إنجاز صار ديجا، علاج جراحي لمرض العصر الاكتئاب. وين صار؟ تو تعرفوا في آخر البرنامج بتوقيت غرينيتش من توا حتى لسبعة متاع الصباح. صباح النور، صباح الفل، صباح الأنوار، صباحكم دقلة وحليب، صباحكم رزق، صباحكم سعي، صباحكم كلام حلو مع عند الحباب، صباحكم كلام حلو تقولوه انتوما زادا ما يسالش، فرسيو على روحكم شوية وقولوا الكلام الحلو تو يرجع لكم الكلام حلو في وسط النهار إن شاء الله. صباحكم بالهنا، صباحكم بالسعادة، صباحكم باليقين، خاصة اليقين إنه ما دامنا متفائلين وما دامنا قارين في ربي خير، ربي ما ينجم يعطينا كاين الخير. فن الفن توصلنا لل 6:18 دقيقة بتوقيت تونس، 5:18 دقيقة بتوقيت غرينيتش. انتم تسمعوا في بتوقيت غرينيتش مع خالد العبيدي على EFM احلى راديو. مرحبا بكم من جديد. البداية كي العادة بالأخبار اللي دارت على مواقع التواصل الاجتماعي. معنا فرح، صباح النور فرح. صباح الخير خالتك، الحمد لله الحمد لله. باش نبداو، مش أول مرة تحكينا عن القهوة في الأخبار اللي عملت التراند انترناسيونال، أما المرة هذه لسبب سبيسيال شوية. يبدو أنه فما واحد عم حاب يعمل بوليسيتي للقهوة متاعه، ياخي شد الحبس، علاش؟ دونك في الأردن واحد حاب يعمل بيب للقهوة متاعه بفاسون أوريجينال شوية، ياخي رصات له في الحبس. الحكاية تباع فلوس مزيفة من فئة 50 دينار أردنية، طويهم وطيشهم في الشارع، واللي يحلها يمشي في باله اللي هي فلوس بالحق. كي يحل الورقة يلقى مكتوب فيها اسم القهوة، واللي هذيك بون دو ريدوكسيون 20% على الشيشة والتولي بواسون. هي حلوة الفازة. أما فرحة ما تمت على خاطر نطق الإعلامي باسم الأمن العام قال اللي جات معلومات على مالك القهوة اللي يطبع فيه فلوس مزيفة باش يعمل بيوب للقهوة متاعه، وتم الاحتفاظ به وبالأوراق اللي طبعهم الكل. صبر يا رب. دونك باش يحيلوه. هذا كيما في تونس الإفراط، تهمة الإفراط في التفكير. معناها واحد عمل حاجة هكا، خدم مخه وعمل حاجة تري كرياتيف وتريز أوريجينال، مزيانة ياسر العملية، يا اخي شد الحبس. هاي دونك باش يحيلوه للقضاء، وفي القانون الاردني باش يوجهوا له تهمه تقليد وترويج، والعقوبه هي الاشغال المؤقته لمده 5 سنين وغرام. اي ما يمنع منها، خاطر هو خاطر نورمالمون مانيش مختص في القانون انا، ما فماش تهمه تزوير الاموال،
ما فماش هدف انه يخلق ثروه من تقليد بوتيتر، ما قلتش القران الكريم، هو قال قلد تصويره نتاع فلوس، دونك ما فماش علاش معناها التهمه نورمالمون يمنع من 5 سنين شغال شيء خاطر عمل ببليسيتي، ممكن راهو اللي شد ويخدم في الداخليه هو بيدو عنده سريم تاع قهاوي بوتيتر. وازي ودونك فما غرامه بين 500 دينار و1000 دينار اردنيه، والعقوبه زاده مش كان لي هو بركة، اما زاده للي تبع له الفلوس. تعديل اللي بعده. كيني ويست على خطى إيلون ماسك. فوالا مغني الراب الأمريكي كيني ويست ماشي في طريق إيلون ماسك. إيلون يحب يشري تويتر، وكيني ويست توا ولا يحب يشري أبليكاسيون اسمها بارلر. القرار هذا جاي بعد ما انستغرام وتويتر سكروا لي كونت أوفيسيال متاع كيني، وقتها بدي بوست مع معادية للسامية، واتهم مغني الراب ديدي بأنه يخضع لسيطرة اليهود. دونك استنى، دونك الانستغرام ما عادش يخليوه يهبط تصاور ولا يكتب دي كومنتير، حتى دي ميساج ما عادش ينجم يبعث، وكيف كيف على التويتر. دونك كي سكروا له لي كونت نتاعهم، شي عمل كونت على لابليكاسيون بارلر اللي هي ابليكاسيون يستعملوها المحافظين اليمينيين المتشددين والمؤيدين الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، وفما بين 700 الف ومليون ممبر اكتيف على لابليكاسيون هذه. كاني 700 الف ومليون باه. دونك كايني ما عملش الكونت هذا كهو، اما هو يحب يشري الابليكاسيون واخذ الموافقه الاوليه، اما مازالو ما صحوش، اما نورمالمون قبل نهايه 2022 باش يولي هو الملك الرسمي للابليكاسيون هذيا. الرئيس التنفيذي لشركه بارلر قال اللي شركه ترحب كايني في الكفاح من اجل حريه التعبير. تبيلك بشي ورا الشمس عليه ما عادش نسمعوا بيه، هو مازال مع كيم كارداشيان. لا حتى كيم معناها خسرت كيم كارداشيان وخسر روحه، خاطر تعادي اللوبي اليهودي في امريكا، معناها مشيت ورا الشمس تو سامبلومون، ما غير ما نتناقشوا فيها برشا العمليه. الوداع يا صاحبي، نتاع دولي بعده. شركه التوصيل نتاع ماكله ايسونسيلمون تقدم خدمه فريده من نوعها. فوالا اوبر ايتس تقدم خدمه فريده من نوعها للكليون تاعها، هي نورمالمون ابليكاسيون توصل الماكله بكل انواعها، بيتزا سوشي برجر وغيره. الجديد في الابليكاسيون هذه اللي باش تولي تليفري الزطلة في تورونتو في كندا. دونك اوبر عملت بارتناريا مع فهمت علاش توينس يحبوا يهجروا كندا تهو ماشي. دونك اوبر عملت بارتناريا مع سيت ليفلي اللي هو سيت سبيسياليزي في بيعان الزطلة للعبيد اللي يسكنوا في تورونتو. مش زطلة في تونس، زطلة ماريخوانا هم عنده اي معناها شنو سيكو منش نقعدوا في التحليل بتاع سيكوم كوم ولا مش سيكوم كوم، اما مش سيكوم كوم، واحد حشيش واحد حاجه اخرى. اما ماريخوانا ايسونسيلمون هما يبيعوا الحشيش ليغال عندهم. دونك ينجموا يشريوا النبته في حد ذاتها، ولا ينجموا يشريوا حلوى ولا دي بواسون بال عندهم بلايص في كندا تنجم تزرعها في دارك عادي. معناها دونك لك معناها دونك برودوي من البرودويات اللي يستهلكوهم يوميا عادي. دونك عادي انه ليفريزون انت فاهمين السيناريو الاولاد بربي زوز جرامات هاني جاي تعديوا اللي فات. اوروبا حديقه وبقيه العالم ادغال، شكون قال هاي؟ هذا كان تصريح للممثل الاعلى للشؤون الخارجيه والسياسيه الامنيه في الاتحاد الاوروبي جوزيف بوغيل. عمل ضجه كبيره للتصريح نتاعو هذايا، وقت اللي شبه اوروبا بالحديقه والعالم بالغابه، وقال اللي الغابه تحب تستعمل الحديقه ولازم المسؤولين على الحديقه يهتموا بالامر ويردوا بالهم عليها، على خاطر الغابه قادره على النمو بطريقه كبيره. دونك التصريح توصف بالكارثي وتسبب في حمله غضب في برشا بلدان اللي حسوا في كلامه برشا عنصرية واحتقار. مثلا الإمارات استنكرت التصريح وقالت اللي فيه برشا غاسيزم، ووجهت الدعوة لرئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وطلبت منه تفسير للتصريح هذايا. كيف روسيا قالت اللي التصريح جوزيف فيه برشا راسيزم، والحديقة الأوروبا مادامها حديقة هي الكونسيكونس متاع سرقتها للغابة، وقالت زاد الازدهار متاع أوروبا جذوره هي المستعمرات اللي احتلوها. دونك بعد الهجوم هذا والانتقادات للمسؤول الأوروبي، خرج هو بعد عمل بيان بوريلا. أي عمل بيان توضيحي واعتذر على أي إهانة، ولا ومقصدش بالغابة العالم الكل، أما بعض الدول اللي تستعمل القوة والترهيب، وما كانش يقصد حتى حاجة عنصرية. بوريل عنده تزليطات، عملوا حتى تعارك هو قيس سعيد في يظهر لي دخل في حكاية تبع
تبع النهضة ولا تبع حاجة هكا، وصرت مومون قال لازم ترجع يرجع مجلس النواب. كان تفكر مليح، نتفكر اللي تعرفت انا مرض صغير عليه الحكاية في الماتينال تاعنا، ولا انطوكا تي تزليت 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 باش يخلص ثمنها كاش. اما حديقة وادغال، ادغال فيها السيودة، فيها فيها الحيوانات البيئة. ديجا قال لازم الحديقة ترد بالها من الغابة. حديقة شنو واش فيها؟ جران و جران وحلزون ماكسيموم. اما الادغال فيها السيودة، فيها النمورة، فيها كل حسيل واي تعدي. كل واحد كيفاش ياخذها، ريت هو يخص حاجة أخرى، متفاهمين؟ أي من غير ما ندخلوا برشا في التفاصيل. ميرسي بوكو فرح. كانت هذه أهم الأخبار اللي دارت على مواقع التواصل الاجتماعي على المستوى العالمي في الـ 24 ساعة الأخيرة. احنا مش نبدأ بعد رغب علينا، مش نبدأ أخبارنا بصفحة كبيرة مخصصة للمستجدات متاع الحرب الروسية الأوكرانية. علاش؟ بوتين أعلن حالة الحرب البارح في خطاب مطول جمعوا بالقادة متاع الأربع مناطق اللي تم ضمها مؤخرا، اللي كانت أوكرانية وتم ضمها إلى روسيا. وشنو معناها حالة الحرب؟ وهل اللي تسمعوا فينا وعندكم مشكون في روسيا لازمكم تخافوا على أولادنا اللي غادي وإلا لا؟ الإجابة إن شاء الله بعد ما نسمعوا راغب علامة اللي بش غنينا يا ريت. انتم تسمعوا في بتوقيت غرينيتش مع خالد العبيدي على EFM أحلى راديو. آي سيدي، اليوم عنا صفحة مش طويلة أما كونسيستانت شوية فيما يخص المستجدات متاع الوضع في الحرب الروسية الأوكرانية. شنقسموها الأكتواليتي ما بين البارح قبل ماضي ساعة متاع القائلة وبعد ماضي ساعة متاع القائلة. موعدنا التقريب اللي ولا يومي مع المستجدات الحرب الروسية الأوكرانية. البارح قلنا انه السياسه العسكريه الروسيه الجديده هي ضرب البنيه التحتيه وخاصه مباني الطاقه. اليوم يجينا التاكيد بالارقام وتفاصيلها كما يلي. في جمعه من زمان القصف الروسي دمر 30% من محطات الطاقه الاوكرانيه. هذا شنو قال الرئيس زيلينسكي بيدو الشيء اللي تسبب في انقطاع الكهرباء في مناطق عديده. الارقام تقول زيادة انه من اللي بدات الحرب تم استهداف 345 موقع للطاقه وثمانيه محطات حرارية دمرت بالكامل. المشكل في أوكرانيا ماهوش كان مشكل متاع ضو، حتى الماء فيها أشكال متاع إمدادات لبرشا بلايس بعد ما تم تخريب أجزاء كبيرة من البنية التحتية بعد تفجير الجسر. الوتيرة متاع القصف زادت على المناطق الحيوية هذية، والرقعة الجغرافية كذلك اتسعت. اليوم محطات الطاقة اللي تخربت من الشمال للجنوب ومن الشرق إلى الغرب. والخوف الحقيقة هو أنه روسيا تزيد تصعد، وبعد ما ضربت محطات الطاقة العادية من كهرومائية الغيره بشي تعدى الضرب يمكن للمحطات النووية إن شاء الله ليه، خاصة وأنه سبق الموسكو أن قصفت مناطق على مقربة من محطات نووية كبيرة كما محطة زابوروجيا. أوكرانيا فيها 12 محطة نووية بالتمام والكمال، وهنا يكمن الخطر. من جهة أخرى الولايات المتحدة الأمريكية موقفها مازال جامد، باش نزيدوا ندعم أوكرانيا عسكريا وباش نزيدوا نسلطوا عقوبات على روسيا، واقف غادي. أوكرانيا من ناحيتها مركزة مع إيران في 48 ساعة الأخيرة، وبالتحديد مع استخدام الرويسة الديدرون طائرات مسيرة إيرانية. زيلينسكي قال طيحنا منهم برش، وقال زيادة أنه طلب روسيا أسلحة من إيران دليل على أنه بوتين بدأ يفلس عسكريا وسياسيا. اللي قاعد يتناقش في أوكرانيا توا هو قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وأمريكا كيف نجزت طبعا على الفرصة باش تزيد سطر جديد في قائمة الاتهامات ضد السلطة الإيرانية. سلطة اليوم محاصرة من داخل من طرف شعبها الثائر، ومن برا من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. زعم حتى الوقتاش ينجموا يصمدوا؟ ما نعرفوش. كما قلنا الأخبار بتاع المستجدات الروسية الأوكرانية قسمناها ما بين قبل الخطاب وبعد الخطاب. الوضعية هذه البارح كانت هكاك حتى تقريبا ماضي ساعة ماضي ساعتين تاع القائلة، الوقت اللي طلع فيه بوتين في التلفزة وألقى خطاب ينجم يكون خطاب تاريخي. الخطاب طويل ياسر وحكي فيه برشة تفاصيل تقنية، أما النقطة الأهم هي أنه أعلن عن حالة حرب في المناطق الأربعة اللي ضمتها روسيا. حالة حرب يا أخي، احنا وين كنا؟ ماتش شطرنج يا أخي؟ ما هو الحرب بدأت من فيفري قل قايل ايبا لا، كل ما صار من فيفري
تعتبر روسيا عملية عسكرية لتحرير المناطق ولمنع أوكرانيا من دخول الناتو. توا بدأت الحرب الحقيقية. شنو معناها وخاصة علاش؟ نبدأ وش معناها. في قانون حالة الحرب في روسيا يتم تقييد حقوق وحريات مواطني روسيا ورعاية الدول الأخرى. اثنين، يتم الاستيلاء على الممتلكات ثم تعوض الدولة أصحابها. ثلاثة، ممنوع الإضرابات والتجمعات والمظاهرات. أربعة، تقييد اختيار مكان الإقامة وحظر مغادرة البلاد. أنت ثم تقعد ثم. نزيدوا حظر التجوال في أوقات معينة وتعزيز الرقابة العسكرية. مازال الرقابة تفرض على تشغيل مرافق النقل والاتصالات ووسائل الإعلام، وتقيد الحركة في الأراضي اللي تم فيها إعلان حالة الحرب. وهنا التفصيل المهمة اللي كنتوا تسمعوا فيه، هذا الكل مش في روسيا الكلها، دونك تنجموا تتهنيوا كان عندكم شكون في روسيا يقرأ ولا ماشي يقرأ. اللي كنتوا تسمعوا فيه سيتم تنفيذه في المناطق الأربعة اللي تم ضمها حديثا. نمشيوا لعلاش توا، علاش بوتين أعلن حالة الحرب؟ تتفكروا كيف قلت لكم راهو في العقيدة العسكرية والعقيدة النووية متاع روسيا، الدولة تعتبر نفسها في حالة حرب وتنجم تدافع على روحها بكل الطرق في أربع حالات، منهم الحالة الأهم تعرض أرضها للهجوم. وتتفكروا كيف قلت لكم راهو بوتين ضم الأربع مقاطعات هذية اللي كانوا شهر التالي تبعين لأوكرانيا باش يوليو جوستومون أراضي روسية، دونك الذبان الأوكراني ما لازموش يدور فيهم، وإذا أوكرانيا دافعت عليهم سيتم اعتبار ذلك تعدي على الأراضي الروسية، دونك أعلن حرب. عمك بوتين طلع ما يفدلكش، كيف يهدد يفعل. في خطابه بوتين قال أنه أوكرانيا ما حبتش تتفاوض على السلام، دونك ما ينجم كان يدافع على الأراضي هذية وباش يعطي فيها أكثر صلاحيات وإمكانيات للحاكمين فيها. ديتاي مهم، تفصيلة مهمة جدا في الخطاب متاع بوتين، سياسي محنك السياسي الثعلب. في خطابه بوتين ما قالش أعلنوا عن حالة حرب ضد أوكرانيا، ما قالش كلمة ضد أوكرانيا، قال أعلنوا عن حالة حرب في المناطق الأربعة هذية. معناها اللي جيني راني مش نظر نتعديه. اللي باش نحكيه فيه توا ما هوش خبر من الأكتواليتي، أما في قلب الأكتواليتي. نفسر توا، احنا كسكان الكرة الأرضية ساعات نبدأ نتذومر وفور نفدلك ونقولوا زعما كان تصير بالحق الحرب العالمية الثانية، شكون يغلب، روسيا ولا قوات الناتو؟ طبعا الله يعيشنا هاك النهار، وطبعا في الاخر الله اعلم شكون يربح كان تصير الحرب الكبيره هذه. ياما باش نحاولوا نعطيكم كيلكو زيليمون دو ريبونس، باش نعملوا مقارنه بين القوه العسكريه اللوجستيه بين روسيا وقوات الناتو، مع العلم انه لا قدر الله كان قامت حرب عالميه ثالثه روسيا ماهيش باش تحارب وحدها. طبعا الصين بركه حكايه على روحها، مع العلم زاده أنه مش بالضرورة كل الدول المنتمية للناتو باش تشارك. تركيا مثلا ما نتصوروهاش تدخل في العجة هذا. يا ما ميسيلش، خلينا نعملوا ولا ناخذوا معلومات على الإمكانيات العسكرية لروسيا وحدها مقارنة بقوات الناتو الكل. عنا برشا أرقام، دونك ركزوا مليح. ميسيلش، مازالت الدنيا صباح بكري أما المعلومات انتريسانت الحقيقة. الناتو يضم 7 من أقوى جيوش في العالم، من بينها أمريكا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا وتركيا. من بين هذوما 3 بلدان عندهم النووي. على مستوى الأرقام ونبقاو ديما في التيوريك، طبعا ديما فهم الأسرار العسكرية. الناتو مثلا عنده على ذمته 337 مليون بشر ينجموا يحارب. روسيا عندها 70 مليون من أصل 140 مليون متساكن، معناها راهو مش هذوما الكل جنود. أما مثلا كان تقوم حرب، أنا هنقولش تقوم حرب في تونس، كلمة عليها ملكل عليها شيطان، أما كل ما بين أعمارهم في سن تسمح لهم باش يحاربوا هذوكم يتحسبوا ضمن الاحتياطي متاع الجيوش. دونك 337 مليون لقوات الناتو، 70 مليون لروسيا. الناتو يتفوق على روسيا في عدد المدرعات 92 ألف مقابل 30 ألف الروسيا. يتفوقوا زادة في عدد الطائرات الحربية 18 ألف
طائرة حربية قاعد نعمل في أرونديسمون مقابل 4200 لروسيا. كذلك فيما يخص الأسطول البحري، الناتو مع بعضهم عندهم 1300 قطعة متنوعة مقابل 600 روسيا. ديما نحكيه كمية موش كيف، لأنه من بين القطايع عم تعروسيا فما غواصات يوم القيامة اللي حكينا عليها، دونك مش معناها عندك أكثر معناها أنت أقوى. روسيا من جانبها تتفوق على جيوش الناتو متجمعين مع بعضهم في حاجات عديدة كيما عدد الدبابات. روسيا عندها 12500 دبابة، الناتو مع بعضهم عندهم 11000. تتفوق عليهم زادة في عدد المدافع، كسوسوا المدافع ذاتية الحركة، المدافع الميدانية وراجمات الصواريخ. ما نشو زيدكم برشا أرقام في هذوما الكل، روسيا تتفوق على قوة الناتو. تيوريكمون معناها روسيا أقوى في البر والناتو أقوى في الجو، أما تبقى ديما المعلومات العسكرية السرية اللي تخص أساسا عدد الرؤوس النووية، وهنا ما نعرفوش شكون عنده أكثر. نرجع ونقولوا عطينا كلكوز إليمون دو ريبونس، عطينا أرقام، عطينا فكرة، أما راهو وقت اللي جد الجد مش قوة الناتو الكل باش تحارب، ومش روسيا، وروسيا ماهيش باش تحارب وحدها. حاسيلو الله لا يعيشنا كالنهار. قبل الفاصل نعملوا تنقيزة مثالش نزيدوا خبر آخر باش نحكيو على قضية هزت لي ريزو سوسيو البارح زيدا، وهزت الرأي العام ولي ميديا في فرنسا خاصة، باش نحكيو على قضية ماهيش غريبة لأنه هذا هو العالم اللي عايشين فيه للأسف. فما كوميم حاجة عجيبة جدا أنا ما فهمتهاش شخصيا، دونك قلت خليني نحكي للمستمعين واللي عنده الإجابة ينورني. يا سيدي، وزارة العدل الأمريكية أعلنت أنه شركة لافارج للإسمنت الفرنسوية دفعت فلوس لشكون؟ التنظيم داعش مقابل حماية عمالها اللي كانوا يشتغلوا في مصنع للإسمنت في سوريا. الحكاية دونك ترجع بين السنوات التالي مش برش 2013-2014. الشركة اعطت هيبات قيمتها 6 مليون دولار لداعش والجبهة النصرة كوم كوا في مقابل مواد أولية، معناها شريت من عندهم سلعة ما سوم أغلى برشة من السلعة. ديجا أنك تشتري من عندهم سلعة في حد ذاته هو جريمة. الفلوس تعطات باش نجم تواصل تخدم من غير خطر وتستغل الموقف المتوتر للمنافسين، أنتروتر باش تزيد في قيمة مرابيحها ب70 مليون دولار. لافارج شركة فرنسوية ولات منذ 2015 تتبع شركة سويسرية، والشركة الأم اعترفت بالتهم هذية متاع فرع لافارج في سوريا اللي تم حله منذ انطلقت القضية. الشركة وافقت على الحكم وقالت مستعدة باش ندفع التعويض أو الغرامة المالية اللي تحكم عليها بها. قديش الغرامة المالية هذية؟ 780 مليون دولار اخطية يستاهلوا طبعا. أما هاو شنو اللي هنا ما فهمتوش وما لقيتلوش جواب وحبيت نحكي فيه الموضوع باش كان عندكم الإجابة تنوروني. 780 مليون دولار ماشين للحكومة الأمريكية، متاع شنو ماشين للحكومة الأمريكية؟ شركة فرنسوية استغلت اسمنت سوري ودفعت فلوس لجماعة إرهابية قتلت الشعب السوري. لغطية أخوها أمريكا كان فهمتوا فهموني معكم. فاصل صغير، بعد شوية نحكيه على صفعة دبلوماسية جديدة اللي اخذتها إسرائيل مرة هذية من عند أستراليا، وبش نحكيه صحة مرة أخرى الأخبار مرة أخرى العلم هو اللي يعطينا الأمل. علاج جراحي للإكتئاب، عملية جراحية نجحت البارح في السعودية، باش نحكيو على تفاصيلها باش نبقاو في الطب، لأنه اليوم رجاء باش تحكينا على جديد لو بري نوبل متاع الميديسين، جائزة نوبل للطب شكون أخذها وعلاش أخذها وهل باش تقدم بالإنسانية ولا اللي يجيبها مع رجاء بعد الفاصل. كاملين بعد شوية باش تحكينا رجاء كما قلنا على البري نوبل تاع الميديسين لسنة 2022 شكونوا وعلاش أخذها وش كيفاش باش تفيد الإنسانية. ما خلينا نكملوا مع أخبارنا العالمية لل24 ساعة الأخيرة. البارح حكينا على تشنج وتوتر في العلاقات الروسية الإسرائيلية، اليوم باش نحكيو على مشكلة دبلوماسية جديدة لإسرائيل ربي كثر مشاكلهم. المرة هذية الكاف يجي من أستراليا واللي في خطوة مفاجئة تلغي اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل بعد التغيير الحكومي اللي صار. بين وونغ وزير الخارجية وزيرة الخارجية الأسترالية قالت أنه سفارة أستراليا كانت دائما في تل أبيب وستظل هناك. القدس
تعد من مسائل الحل النهائي التي يجب حلها ضمن المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين. إسرائيل استدعت السفير الأسترالي للاحتجاج وعبروا عن غضبهم من إجراء حكومة أنتوني ألبانيز الحالية في أستراليا. الخطوة الأسترالية لقت ترحيب واسع جدا من الشعب الأسترالي أولا، ثم طبعا من الفلسطينيين ومن كل الفصائل السياسية. حركة حماس مثلا هبطت بيان قالت فيه أن خطوة أستراليا في الاتجاه الصحيح وتفتح المجال أمام كل دول العالم لتصحيح خطيئة الاعتراف بإسرائيل وبعاصمتها القدس والانتصار للحق الفلسطيني. اللي يعجب أكثر في الأخبار هذه هو أنه القرار جاء بضغط من الشعب الأسترالي بيدو اللي انتقد بشدة قرار بلاده منذ 2018 بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، وشفنا حتى مظاهرات خرجت في شوارع أستراليا من مواطنين تساند في القضية الفلسطينية، وصلت كلمتها باش نجم تتبدل موقف حكومي. في المقابل شيء كبير زاد كيف نفهموا ولا كيف نخموا فيها الحكاية، كيفاش الحكومة الأسترالية خذت قرار معجب شعبها ياخي تراجعت فيه بكل بساطة. هذه زريقة من عندي للبلدان العربية اللي قاعدة تتبع مع إسرائيل، واللي أنا متأكد أنه شعوبها مش هذية موقفها. دوك يحشموا على رواحكم، وتحية لأستراليا، ونتقابلوا إن شاء الله في الكوب دي موند. البارح تكلمنا على تفاؤل واحد من أكبر المخابر في ألمانيا باستكمال لقاح سرطان لطف عليكم في 2030. اليوم باش نحكيه على تقدم علمي آخر أما حصل ديجا وأصبح واقع عن إنجاز صحي. جينا المرة هذية شدوا عندكم من السعودية، عبيد تخدم على روحها كومي، ما إنجازهم إنجاز مهم لأنه يعالج مرض العصر الاكتئاب في السعودية. براو راجل مريض بالاكتئاب عنده 25 سنة عن طريق الجراحة، في حين الدواء متاع الاكتئاب اللي نعرفوه حتى التو هو العلاج النفسي. هذه ثقافتنا حتى التو، ثقافتي أنا وأنتو كم كنتم متقفين أكثر. إنجاز صار على يد فريق طبي متخصص بجراحة المخ والأعصاب والأمراض النفسية في مدينة الملك سلمان الطبية في المدينة المنورة. ألور الحكاية تقنية برشة، ومرة أخرى مانيش باش ندخل في التفاصيل العلمية على خاطرها حكاية تتجاوزني، أما اللي فهمته هو أنه الفكرة هي إعادة تحفيز بلايس في المخ باش يرجع العبد متوازن ويفرح ويحس أحاسيس عادية. العملية توجت بالنجاح بدون حتى مضاعفات أو أضرار جانبية، والمريض رجع لباس، رجع يرقد مليح وبعد على الحزن والتفكير الزايد في المشاكل الأشياء اللي كانوا منرفزين ولا مراهقين عندهم سنوات. عادنا كيف حث في الموضوع، وهو باش نحكي قدام رجاء كان غلط صلح لي، اكتشفت انه طلع فما برشة طرق لعلاج الاكتئاب بخلاف البسي، يعني بخلاف توسكي بخلاف الدواء سيكوثيرابوتيك كيكا بخلاف البسي ولا الدواء. اوكي مثلا الواقع الافتراضي واحد من لي غوميد، معناها واحد من الحاجات اللي يعالجوا بها الاكتئاب في العالم. الواقع الافتراضي مش نحكي على فيسبوك وانستغرام، كل نحكي على لي لونيت فيرتوال والجو هذاك الكل. مثلا زيد علاج الاكتئاب من خلال تحسين صحه الامعاء المسارن، خاطر قال لك الجهاز العصبي المعوي هو يعتبر دماغ ثاني للانسان، كيف تبدا المسارن تمشي مليح باهي للحاله النفسيه. دونك عسلوا رواحكم شنو قاعدين تاكلوا. فما زيد اليه رد الفعل العصبي، بمعنى يشدوا الدماغ ويعملوا فيه دي شوك الكتريك كيف كيف باش يحييوا بلايس معينه في المخ. الطرق عديده طلعت لعلاج الاكتئاب، لكن بارادوكسالمون وقت اللي البشر اكتشف الدواء بتاع الاكتئاب المرض زاد في البشريه. غريب امره ابن ادم. باش نبقاو في الرمارك اللي قلتها صحيح، انا معناها في الوقت في العصر اللي اكتشفنا دواء برشا امراض، برشا امراض كثرت، مش كثرت، هو الامراض موجوده، اما اكتشاف حتى المرض في حد الاكتئاب عمره ما كان في معادلته كيما تو، مش معادلة الاكتئاب في اعداده كيما تو. في تونس 10 سنين تالي كنا نمشيو لبسي كيما اليوم. هذاك اش قلت لك؟ لا مش خاطر ما كانش موجود، على خاطر ما كانش عندنا ريفلكس ان نعملوا الكونسلتاسيون، والا حتى ريفلكس في ريغيرش ساينتيفيك ان نكتشفوا امراض هكا.
دونك موجود من قبل اما ما كناش نعرفوها بيان اكثر شويه مي فما حاجات من قبل موجوده كيما يقول لك قبل كانوا العباد تخرف توا ولا اسمه الزهايمر حاجات دون سونس لا غلبتني رجاء بري نوبل ميتين 2022 صباح خير ناس كل دونك اليوم باش نحكيوا على البري نوبل نتاع الميدسين اللي هو توج في اول اكتوبر العالم بابو سافانتي كان نقول في اسمه صحيح دونك اللي هو عالم سويدوا بوه خذا جائزة نوبل عام 89 للطب زادا هي يمكن انجاز عظيم في الطب مي ايضا على الصعيد الانساني في عمر 68 سنه يتوج بجائزه نوبل كان هذا من عرش يعطي ان ميساج للي جون انه لا بيرسيفيرونس هي اللي تخليك توصل ابري تو وي عام 68 معني بعد 68 سنه من الابحاث اخترع علم جديد اللي هي الباليوجينيتكس استنى عمره 68 ولا 68 سنه ابحاث هو عمره 68 فوالا اي دونك عنده الباليوجينيتكس هو علم جديد اخترعه شنو هو هو البحث اخترع كريمه حاجه جديده لا هو مش هذا اللي خذ عليه بري نوبل هو عليه خاطر اخترع برشا حاجات اكتشف برشا حاجات باش يتوج توا اخر انجاز الباركور نتاعو الكل ان طونك عالم دونك الباليوجينيتكس هو البحث في الجينيتيك في الحفريات معناها يخرج الحفريات ويعمل فيهم ابحاث جينيه اللي هي كانت ياسر صعيبه على مر الوقت علاش على خاطر يصير تحلل في بعد ما يتدفن الانسان دونك يخلي انه البحث هذا يكون صعيب اللي اخترعوا هو انه يشد حاجه اسمها ميتوكوندري الميتوكوندري اللي دو لوردر ميكروسكوبيك يشوف الجينوم بالعين المجرده معناها ما تراش بالعين المجرده وسي ديفيسيل انك تنحيها ديجا كسبستانس اللي هي في العلم هي البلاصه اللي يتنفس منها لي سيلول دونك هو يشد ال سامحني الجينات اللي في وسط الميتوكوندري اللي هما برشا ويقراهم داير حاجه اللي ضحكتني ناس كل يحكيوا على الانجاز نتاعو اون طونك سافون الا المصاروي قال لك بفضل الحفريات المصريه والفراعنه اكتشف هو الحاجه هذه دونك اكتشف انسان قبل برشا مش قبل لومو سابيان عاصر الومو سابيان خاطر احنا توا العلوم وصلت اللي فما لومو سابيان في افريقيا برشا قال لك راه هاجر لومو سابيان من افريقيا وما لقاوش اون بروف حتى جاي بابو وصعوا بالكم مع رجاء راه ستامب تكنيك او ميسج الاخبار يفرض نفسه دونك اللي فما نياتردا اللي هو الانسان البدائي الاوروبي وفما انسان بدائي زاد اوروبي موجود في سيبيريا اثبت انه هو تكاثر مع الانسان الافريقي باش نقولوا احنا توا مازلنا حاملين للجينات نتاعو هذه نظريه مهمه جدا على خاطر تطحن نظريه داروين في التطور نتاع معناها تحظ داروين سيانتيفيكمون دونك تكسر داروين تكسر داروين ما نعرفش للاسف ولا دونك هو اسس علم جديد اكتشف جينات مازلنا حاملينهم لتوا والاهم من هذا الكل اثبت تطور الجينات هذوكم معناها كيما انه كيفاش العينين كبرت كيفاش العينين تلونت ما بين الانسان الافريقي والانسان الاوروبي بسبب الطقس بسبب غياب الشمس خاطر كان اوبليجي باش يشوفوا في الظلام وكل دونك العينين كبرت وليت مش نفس الفورما حاجه امبرسيونانت في تاريخ الطب وتاريخ البشريه يقول القائل علاش انا شنو استفدت وكي هو اكتشف لي زوريجين نتاعي الاستفاده انه احنا توا نجمو نطوروا دويات اكثر نجمو نكتشفوا امراض اكثر على خاطر الاساس نتاع اي حاجه هو علم الجينات وهذا قاعد يثبت فيه نهار بعد نهار الانكدوت انه هو كي كلموه قالوا له مرحبا يا عسلامه ويصوروا السين قالوا راك ربحت بري نوبل تفجع تبلانتا قالوا ميساش نطلب منك طلب بركة نجم نقول مرتي دونك لازم يخلي سريه الحكايه من الاول اي حتى يكملوا ويكلموا لي كونديدا الكل ويثبتوا في برشا حاجات وياخذوا الابحاث هذيك ومن بعد يعلنوا في السيريموني وقبل السيريموني دونك وحتى لي ستوديون تاعو كي سمعوا حتينا تصاور رميوها في البحر اللي مقابل الجامعه فما لاك بلوتو رميوها فيه احتفالا بالانجاز هذا خاطر حد ما كان ينتظر انه ينجم ياخذ بري نوبل ان جور يعطي صحة اشوف مستمعين انا كيفكم راه فما برشا حديث من قالته رجاء ما فهمتوش برشا باش نبداو متفاهمين اما يبدو انه الراجل خشين ياس اكتشف انه الانسان عنده دي زوريجين اخرين بخلاف اللي كنا نتصوروه القرون هذه الكل تحظ نظرية داروين اللي قداش عندها موجودة على تطور الانسان هي المجتمع نتاعنا ديجا دحض نظرية داروين من الجانب الديني من الجانب الديني اما سيانتيفيكمون بارلون داروين الى توجور اكزيستي قرينيه في الباك دايما راهو ما يسالش خلينا تي ريبوندي
نرجعها للاكتواليتي على خاطر توا اكثر سوجي كي كريتيكي في العالم هو الهجره حتى في تونس داير. ونقولوا علاش لعبة تحب تحرق وعلاش لعبة تحب تهجر وعلاش لعبة تحب تخرج من تونس وغيره. وقت اللي راهو الهجره هي اللي عملت الانسانيه, هي اللي كونت البشر. ما وصلوا تتلاقحوا اوروبيين وافريقيا الا ما واحد منهم شال الاخر تو سامبلومون, هو هربوا من افريقيا للظروف غير ملائمه. هذا اكثر من وقتها بالحق والله, وقتها الحرقه هذاك عليه هز الاوروبا ظروف غير ملائمه وقتها مناخيه توا تبدلت. مي فوالا هو يقع, هو نظرية داروين تقول انه الانسان بتخلق في افريقيا, معناها هو يمشي ولا يمشي في افريقيا ومن ثم هاجر للاسيا الشرقيه مش اوروبا. اثبتوا لي هو اوروبا. العلم يتحرك في بعض واحنا قاعدين نتفرجوا وصليوا على النبي. اي مرحبا بكم, ميرسي بوكو رجاء. كانت هذه حكايه رجاء لليوم, كانت هذه الميشان تاع اليوم. ميرسي بوكو خليل في الاخراج, ميرسي بوكو اريج فرح, ميرسي بوكو سليم وايمان في الاي اف ام تي في, عبير زغدودي في الديجيتال. خليكم شويه اخر مع برهان بسيس وباقي الفريق في ايميشان امبوسيبل. خليكم توا مع الجميله ازين واحد اريج في الميتيو. جيكم شويه اخر هذا اريج مع برهان في لو فري فود لانفو. ماتينال طيبه, نهار طيب, نتقابلوا غدوه احنا ان شاء الله, نهاركم زين وتحياتي.